فلا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله للسلام على أمير المؤمنين وتسلم الجائزة من جلالته. تعكس هذه الجائزة العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين بحفظة كتاب الله العزيز وعزم جلالته الراسخ على تشجيع النشء الصاعد على حفظه وتجويده لكتاب الله. يا أمير المؤمنين يتشرف العلماء الأجانب المشاركون في الدروس.